اعتذر على الخلل التقني هذا ونرجع لكم. نعاود نقول لكم برك بلي مشاهدينا الكرام كنا رحبنا بكم فقط، وقلت لكم برك بلي راح ندير لكم دي باركيت تاع الكورجات. الحاجه الاولى مشاهدينا الكرام ناخذوا كميه تاع الكورجات، كما قلت لكم كنت عاود نلونسي لكم لي زانغريديون. عندنا كميه تاع الكورجات، عندنا المعدنوس، عندنا بالنسبه لكريمه البيشاميل تاعنا مغرفه تاع الزبده، مغرفه تاع الفارينه، قطعه تاع الجبن الابيض، فلفل الكحل والملح، وشويه تاع الحليب. هنا عندنا صدر تاع الدجاج، ولا نصف صدر الدجاج مديزوسي، عندنا كركم وسكنجبير وفلفل الكحل والملح. هذه راح تكون هي الحاجه اللي راح نفرسيو بها. عندنا علبه تاع الشامبينيون، حبيبه تاع البصل، جبن مبشور، الثوم، عندنا أرز أبيض، وعندنا هاد الباقة تاع الخضر من منتوجات مهدي. هنا الحاجة الأولى مشاهدينا الكرام كما شفتوا كنا خدينا المقلة تاعنا، عندنا كمية تاع الزيت عفوا، وش عندنا الفرن نتاعنا. نجول هنا بسم الله نبداو نقليو في الكورجات نتاعنا. قبل ما نقليوها مشاهدينا الكرام راح نفيديوها ونقليوها، نحولها هادوما لي كوتي بطبيعة الحال هكذا. طريقة بزاف سهلة، تبعوني هنا كيفاش تفيديو الحبة تاعكم تاع الكورجات. تحبوا كاين هادوك لي فيديو بيهم، تحبوا غير بالمغرفة وتقدروا تفيديوها ثاني غير بالموس. ها حاجة سهلة للغاية. دقيقة برك انا نصفر لك. عفوا تتفيدي لكم بسهولة. دوك في الدوزيام نوريكم مليح صح. هنا مشاهدينا الكرام بعد ما فيديوها كما راكم تشوفوا نحطوها مباشرة تتقلى. ناخذوا برك ريسيبيون صغير اللي راح نديروا فيه البقايا نتاعنا. الزيت لازم تكون سخونة بطبيعة الحال. يلا تبعوني هنا مشاهدينا الكرام، راح ناخذوا حبيبة تاعنا تاع الكورجات، نحو لهم كامل لي كوتي تاعهم هكذا، ونبداو نفيديو فيها طريقة سهلة. تقدروا تفيديوها غير بمغرفة، كيما تقدروا تفيديوها بهاتي. بعد ما تفيديوها هكذا مشاهدينا الكرام تجو لهنا تحطوها تتقلى. نفس الشيء نكملوا الحبيبات تاعنا تاع الكورجات. هنا مشاهدينا الكرام نذكركم برك باللي تاخذوا على الكميه على حسب افراد العائله، تقدروا تمدوا حبه لواحد، تقدروا تمدوا زوج حبات كيما حبيتوا. هنا بالنسبه للحشو دوك تشوفوا واش يكون فيه. فوالا هكذا نفيديوهم. اوكي خويا، اوكي يلا مشاهدينا الكرام الكورجات تاعنا راهي ديجا تتقلى. حنا رانا نفيديو دوك غير نعمرو حق مقله، نروحو نوجدو لافارس نتاعنا. الزيت كي تكون سخونه راح تمشي لكم الخدمه. طريقه سهله بزاف. شوف فوالا نجو حنا نحطوها. نفس الشيء نكملوا الحبيبه تاعنا تاع الكورجات. هنا مشاهدينا الكرام هاد الوصفه بزاف شابه وفيها واحد لا بريزونطاسيون روعه. انا واش كنت زدت درت مشاهدينا الكرام، كنت زدت درت عندنا هنا الممول الرسمي تاع حصه واش نطيبوا اليوم هما منتوجات مهدي، عندهم الارز هذا الابيض. انا راح ندير في لافارس اللي تكون وجدتها نصف الكميه مشاهدينا الكرام راح نفرسي بها، والنصف اللي تقعد لي راح نزيد عليها شويه تاع الارز ونقدمها ك اكومبانيومون مع هاد الكورجات نتاعي. راح نحط بيصي، نحط فيه بابي سويتو، الحبه اللي توجد نحطوها تما. جاب لي ربي كاينه وحده الاولى راهي ديجا واجده. شوفوا لي راح نزيدو حبيبه ونروحو نوجدو لافارس نتاعنا وكريمة البيشاميل.
الطريقه هذه مشاهدينا الكرام فريمون احترافيه كبيره تكون تخدموا فيها، في نفس الوقت فيها لا بريزونطاسيون، يكونوا عندكم ضياف، يكونوا عندكم عرضه، تكون عندكم حاجه تقدروا ديروهم حاجه اللي حتديروا فيها بريزونطاسيون، ثاني فيها لوتش ماشي غير فيها لوغو. هنا مشاهدينا الكرام نحن ناخذ هذه المقله تاعي. فوالا. راح ندير فيها حبيبه تاع البصل. نحطها لي منها. ندير فيها شويه تاع الزيت. ناخذ مشاهدينا الكرام هذيك عفوا ناخذ هذيك القطعة تاع صدر الدجاج تاعي نقطعها مكعبات صغيرة. بالشكل هذا. هنا مشاهدينا الكرام القطعة تاع الدجاج تاعنا تقدروا تعوضوها باي حاجه عندكم في المنزل، لا باغ اكزومبل تكونوا درتوا حاجه من قبل وباتت لكم كش حاجه في الثلاجه تقدروا تعوضوا بها هذه القطعه تاع الصدر تاع الدجاج. ثم هنا القطعه تاع الصدر تاع الدجاج تقدروا نقولوا اختياريه. راح نحطها مباشره مع الحبه تاع البصل تاعي ونبدا نضيف عليها في المكونات تاعنا غير بالعقل. هنا مشاهدينا الكرام بالنسبه للزيبيس واش عندنا، انا شويه تاع فلفل الكحل، انا شويه تاع الملح، انا شويه تاع السكنجبير وشويه تاع كركم وسكنجبير وثاني الفلفل الكحل والملح. هذا واش عندنا هنا، شويه تاع السكنجبير، شويه تاع الكركم، عندنا بطبيعه الحال قلت لكم الفلفل الكحل والملح. هكذا شكرا. هنا مشاهدينا الكرام عندي سنينه تاع الثوم، راح نزيد هنا حوالي 5 سنات تاع الثوم، راح نضيفهم مباشره مشاهدينا الكرام على هذاك البصل تاعي وهذاك القطعه تاع الصدر تاع الدجاج. نزيد عليها شويه تاع البيرسيل. هنا مشاهدينا الكرام الناس اللي لحقوا بنا روطار نعاودوا نذكركم برك باللي كنا درنا مغرفه تاع الزيت، ضفنا عليها حبيبه تاع البصل، ضفنا عليها قطعه تاع الصدر تاع الدجاج، شويه تاع المعدنوس، سنينه تاع الثوم، الفلفل الكحل، كركم وسكنجبير والملح بطبيعه الحال. راح نخلو هاد لافارس تاعنا طيب، نغطوها ونخلوها على الجانب. هنا مشاهدينا الكرام نعاود نقول لكم برك باللي الكورجات تاعي لازم تقلوها حتى وين طيبه ولافارس تاعكم راح تكون طايبه، يسمى كي ندخلوها للفرن راح تاخذ لي غير هذاك اللون الذهبي فقط. خلوها تزيد هنا شويه. هنا مشاهدينا الكرام نزيدو نروحو نوجدو حبيبه تاع الكورجات اللي قاعدو لنا. فوالا نحو لهم لي كوتي كما راكم تشوفوا ونفيديوهم لداخل، حاجه سهله للغايه. فوالا. هنا مشاهدينا الكرام تقدروا بالنسبه للافارس حاجه اللي تكون عندكم في المنزل تقدروا تستعملوها، صافي دير هنا لافارس تقعد اختياريه. انا عطيت لكم الفكره وانتم كملوا الحاجه اللي تكون عندكم في المنزل باش ما تروح لكمش ليدي. هذا ما كان منين داك الانسان ما تكونش عنده حاجه يقول ما نجربش.
نجو نفيديو الحبه تاعنا تاع الكورجات. قلت لكم الشكل تاع تاعها ساهل هكذا. خليولها شويه في ليكوتي باش الحبه تاعكم ما تكسر لكمش. شوفوا لي كيفاش تكون، برافو. نجو نحطوها ونخليوها. نروح نشوف برك هنا ديجا هذه الحبه راهي ديجا واجده. ام هذه هو هذو نخليهم يزيدوا شويه باسكو علاش شويه كبار. الحبه حنا لين فيديوها مشاهدينا الكرام نجو نحطوها. يلا نكملوا فيديو للكورجات نتاعنا. هنا مشاهدينا الكرام هذه الوصفه قلت لكم بنينه بزاف، فيها الغنيه بالالياف، غنيه بالبروتين، فيها النشويات، تسمى الحاجه اللي يحتاجها جسم الانسان راح تكون متواجده في هذا الطبق. يسمى هنا نقدروا نقولوا باللي طبق متكامل. انتم برك مشاهدينا الكرام يسيو كيفاش تجربوها، باسكو حاجه اللي راح تساعدكم في هذيك تاع واش نطيبوا اليوم، واش نديروا عشاء، واش نديروا فطور. حاجه فكره رائعه، فكره جديده، فكره رائعه هكذا. هنا الناس اللي لحقوا بنا الوطا نذكركم برك بلي رانا ندير لكم في هاد لي باركيت تاع الكورجات. واش فيهم؟ كنا خدينا كميه تاع الكورجات كما راكم تشوفوا، غسلناها، نحينا لها من ومن، ورانا نفيديو فيها. هذا واش درنا بعدها؟ جبنا لافارس نتاعنا اللي هي عباره عن، يلا مشاهدينا الكرام راح نكمل الفيديو غير زوج حبات هذوما ونعاودوا نرجعوا لكم. يرفع على مسامعنا الان اذان صلاه العصر. تقبل الله منا ومنكم صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. مشاهدينا الكرام ما درت والو بلا بكم، برك فتحت علبة تاع شامبينيون من منتوجات مهدي. روح شوفوا هنا، روح نقطعوا لي شامبينيون تاعنا هكذا هكذا، طريقة بزاف سهلة. مشاهدينا الكرام نذكركم برك باللي لي كورجات تاعنا لازم يتقلاو، ما ديروهمش ديريكتومون في الفور هكذاك. نجو نشوفو لافارس تاعنا، نضيفو عليهم هاد لي شامبينيون، برافو. لي شامبينيون فري هادوما تاع منتوجات مهدي مشاهدينا الكرام، فوالا هكدا. بعدها واش راح ندير بعد ما نقطعوهم؟ نجو نشوفو لافارس تاعنا راهي ديجا تك تك الريحة، واش نحكي لكم روعة كبيرة. نجو نحبطو لي شامبينيون تاعنا، فوالا، نخلوها تكمل الطياب تاعها زوج دقائق ولا راح يكونوا واجدين. ليكيب لافارس هذه راحت بعيده، هاد لافارس جماعه كارثه تاع بنا، رائحه جميله للغايه، صحيتو. شوفوا لي هنا هذوك لي باركيت تاعي تانيك شحال راهم شابين، نغطيهم هادوما ونحطهم منا. ناخذ هنا السنيوه ولا لو بلا اللي راح نخدم فيه، اللي راح ندير فيه عمليه تاع المونتاج. نجو لهنا مشاهدينا الكرام نشوفوا لي باركيت تاوعي اللي تقلاو نحوهم، برافو. هذه راهي ديجا واجده، شوفوا لي شحال جاو شابين ليكيب. شوفوا لي باركيت هادو شحال شابين، يشاهوا فوالا. نحوهم طبيعه الحال هكذا، قعدوا على قانيهم كما يقولوا، حبه ما تكسرت ولا حبه ما تخسرت. شكرا. دقيقه برك بقات لي حبه واحده، ونروحوا نشوفوا عمليه المونتاج وشنو الصوره راهي تعبر على كلش. الصوره مشاهدينا الكرام راهي تعبر لكم على كلش. هنا هاد الحبه برك شويه ناقصه شويه طياب، مي لازم نحيها باسكو ما بقاليش بزاف الوقت. صح، راح نحي الزيت نتاعي، نخلي الفرن شاعل مباشره. شكرا. عندي برك هنا هاد الحبه لازم نرفدها، نجيبو لي باركيت تاعنا نحطوهم منا.
ناخذ المقله تاعي هذه مشاهدينا الكرام ونجو نخدموا صلصه البيشاميل. عندي كما قلنا لونسينا لكم لي زانغريديون تاعنا. عندنا مغرفه عفوا تاع الزبده، نخليوها تذوب ونضيفوا عليهم مغرفه تاع الفرينه، جبن المبشور، الحليب، ونتانيك مشاهدينا الكرام عندنا شويه تاع الفلفل الحار، شويه تاع الملح. نجو نشوفوا هنا هذيك لافارس تاعي، اوه بنينه بزاف جماعه، الريحه راهي تشهي. هنا لافارس تاعي راهي ديجا عفوا واجده. راح ناخذ ريسيبيون، ريحه واقدك في لافارس جماعه. شوفوا معايا هنا حنقص نصف الكميه ولا الكميه الكبيره، صح نقص الكميه الكبيره. هذيك الكميه اللي قعدت لي درت بزاف، هذيك الكميه اللي قعدت لي راح ناخذ لوغي بيض تاع منتوجات مهدي ونجيبو يتحمص لي مع هذيك البقايا اللي قعدوا لي. قعدت لي هذيك شويه تاع لافارس، راح نزيد عليهم شويه تاع خضروات تاع منتوجات مهدي، لوبيا ماشطو، زروديه، والجلبانه. هنا مشاهدينا الكرام راح نعاودو نرجعو نديرو لاصوص تاعنا بيشاميل. هذيك المغرفه تاع الزبده راهي ديجا ذابت، نضيفو عليهم مباشره المغرفه تاع الفرينه هكذا بالشكل هذا. ونجو نفتحوها بالحليب. فوالا جماعة الناس اللي لحقوا بينا دوكا، صلصة البيشاميل هذه فيها مغرفة تاع الزبدة، مغرفة تاع الفارينة بطبيعة الحال، وفيها حوالي ريتلا غير ربع تاع الحليب. ودوك نضيفوا عليها الجبن الابيض، ونضيفوا عليها تانيك مشاهدينا الكرام الفلفل الكحل والملح. نقعدوا هنا مع التخليط المستمر باش تعقد لنا لابيشاميل نتاعنا. صح ناخذوا اسباتي ونجو نقليو الارز تاعنا مليح. جماعه هنا الارز تاعنا الابيض راهو يطيب لنا في هذيك المقله اللي كلنا طيبنا فيها لافارس تاع الكورجات نتاعنا، صافي دير ما زدنا لا طنجره جديده لا والو، خلينا شويه تاع البلونت بولي مع الشامبينيون مع البصل مع دوك لي زيبيس مع هذيك البنه اللي تلقوها لي كامل. دوكا هذاك الارز تاعنا راهو يشرب فيه ويتحمص في هذيك البنه. ضفنا عليهم شويه تاع الخضروات تاع منتوجات مهدي، عباره عن شويه تاع لوبيا ماشطو، شويه تاع الجلبانه، وشويه تاع الجزر. هنا نقعدوا قلت لكم مشاهدينا الكرام مع التحريك المستمر هكذا حتى وين تتقال لنا مليح الكريمه نتاعنا. طريقه سهله للغايه. شوفوا لي فوالا. هنا مشاهدينا الكرام راح نحطوا لي كورجات نتاعنا ونبداو نديروا في عمليه المونتاج. هنا بعد ما يتحمص لكم مليح هذاك الارز نتاعكم، تشوفوا اللون نتاعو راح ديجا المارو. شوفوا لي هنا ناخذوا الماء تاعنا يكون سخون ونجو نمرقوه. اذا خصنا شويه ملح في الاخير نذوقوه. فوالا فريمون هاد لوغي حنديرو اكومبانيومون راح يجيكم بنين بزاف. نغطيوه ونخليوه يطيب. نعاودو نرجعو لابيشاميل تاعنا راهي ديجا بدات تتقال. كي نشوفوها بلي بدات تتقال جماعه نبداو نضيفو لها قلت لكم شويه تاع الملح، شويه تاع
الفلفل الاسود ونعاودوا مع التخليط المستمر. هنا جماعه هذه جبدت تريبونديه هي بدات تقال، عندي كميه تاع الجبن الابيض راح نضيف عليهم مباشره. يلا شوفوا لي الفرماج تاعنا باينه باليدو باسكو لا بيشاميل تاعنا راهي سخونه. لا بيشاميل تاعنا مشاهدينا الكرام هنا في الطبق هذا بالذات ما نخليوهاش تقل قرافه، شوف كيفاش تليسيوها الجبن هذاك باش يدوب لكم. روعة كبيرة هاد الطبق جماعة. نطفيو لها ونجو لهنا نمونطيو لي كورجيت نتاعنا. شبعوني من بدات تنقص خو كاين الغمزات شوية. نزيدو شوية برك جماعة ونخرجو. يا ربي هذا الطبق كبير، شوف طبق واحد اخر. سيلفو بليز سقسيو من قدامك هنا هذاك لو بلا مقبله اللي شفتو بيض. نديروها هنا احسن. هنا مشاهدينا الكرام واش راح نديرو، ناخدو مغرفة ونجيو نفارسيو الكورجات نتاعنا. شوفوا معايا هنا، شوفوا شوفوا لي هكذا ترفد لكم حوالي كل حبيبة مغرفة صح. برافو، تبعوني مليح نفضلكم. ما ان شاء الله تكونوا دونتوا لي الوصفه هذه بيان باسكو فريمون عجل الوقت. صحه نكملوا نعمروا كامل خاوتنا هذوك لي باركيت نتاعنا تاع الكورجيت. شوفوا لي شحال جاو شابين، هذه ناقصه شويه وهذه تانيك. هنا مشاهدينا الكرام واش نحب قالي ندير لهم، بقالي نحط لهم لا بيشاميل تاعي من الفوق. شوفوا لي حتى بنينه بزاف هذه خوتيه، هادي جماعة راح تجيكم كارثة تاع بنا. عندي شوية تاع الجبن المبشور، الفرن تاعي راه شاعل على 180 درجة، ياخذ لي غير هذاك اللون الذهبي وراح تكون واجدة. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا دمتم معايا الوصفه تاع اليوم مليح، ان شاء الله تكون ديتوا لي كامل الشرح المختصر والمفيد اللي كنت درته لكم. لا تذهبوا بعيدا، نروحوا فاصل قصير ونرجعوا لكم باش نكملوا لكم باقي الوصفات. يلا مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم بالنسبه للاطباق تاع اليوم، ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. شوفوا لي هنا جماعه ليكيب هذاك لوغ اللي درناه كوم اكومبانيومون جاب بزاف شباب. شوفوا لي هنا هذاك لوغي كيفاش جا على حبه،
هاد لوغي تقدروا تاكلوه بلا ما ديروا هاد لي باركات. تشوفوا باسكو علاش فيه الدجاج، فيه الخضره، فيه كل. شوفوا لي كيفاش ما يجيش معجن. شوفوا لي هذيك تحبكم تشوفوها يا جماعه. برافو. هنا البقايا اللي قعدت لنا من لافاخ زدنا عليهم شويه تاع خضروات، هذا ما كانوا طيبنا فيه هاد لوغي، بنين بزاف. برافو. وجا على حبه مشاهدينا الكرام. بالنسبه لهذوك لي باركيت اللي كنا خدمناهم كيف كيف، فريمون جاو بزاف شابين. شوفوا لي الوجه تاعهم شحال شباب. وانتو ليكا نسيو كيفاش نفتحوا وحده معاكم. شوفوا لي مع راهي سخونه دوك وين خرجت من الفور. ها نزيد واحده اخرى. شوف كيفاش جات مشمخه. سي بوغ سا قلت لكم لا بيشاميل تاعكم ما تنشفوهاش بزاف. شوفوا لي شحال جاو شابين جماعه. شوفوهم لي هادو مازوج حبات كيفاش جاو شابين. تقدروا تانيك هادي شوفوا لي جيبوها مباشره تحطوها هنا مع لوغي وتقدموها. فوالا كنت حاب نرفد لكم وحده نحطها لكم هنا تانيك. برافو برافو برافو. هادي حنحطوها من هنايا. يلا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا دونتوا معايا الوصفه مليح. شوفوا لي هنا بالفرشيطه، شوفوا لي هنا بالفرشيطه كيفاش جات. شوفوا لي شوف 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 كلش طايب. لافارس بنينه فريمون، حاجه اللي حدنا لاعجابكم. في نفس الوقت مشاهدينا الكرام هذاك لا كومباني تاع لوغي اللي درتها لكم تقدروا تتناولوه هكذا مباشرة. بزاف بنين ان شاء الله تكونوا برضو انتم معايا الوصفات تاع اليوم. بالنسبة للفلونت كوكو مشاهدنا الكرام، هذا الفلونت كوكو راح بعيد. هذا الفلونت كوكو جماعة شوفوا لي هنا القوام تاعو كيفاش يتراعد وحده مولاي. في نفس الوقت هاي الطبقة اللي كنت نقول لكم عليها بارك الله فيك امين. شوفوا لي هنا هذه الطبقة اللي هي تاع نواد كوكو. هذه شوفوا لي هذه نواط كوكو. هذاك الفلون اوتوماتيكمون وحده كي يدخل في الفرن يطلع يهبط نواط كوكو لتحت، صافو دير يطلع للفوق كي نقلبوه. وهنا هذيك الكراميل اللي كنا خدمناها. شوف شوفوا الموس هذا غير اللي ناكلو به كيفاش قطعها. شوف نرفد لكم قطعه ونحطها لكم هنا. فوالا جماعة كارثة تاع بنا. هذا لازم ما تراطيوهاش الله يعطيكم الخير. هذا الفلونت كوكو راح يكون قنبلة هذا الموسم. خلوا لي كامل رايكم وانطباعاتكم من فضلكم في لاباج تريتر لو شيف سليمان في الانستغرام وفي الفيسبوك، وتانيك مشاهدينا الكرام في قناة اليوتيوب تاع قناة البلاد. انا حبيت ندير تحية كبيرة 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 من عند لو شيف سليمان لنسرين الشلال، نقول لها الف مبروك لزواج خوك، ان شاء الله ربي يهنيها والعاقبه ان شاء الله الدريريات. وهذه نسرين الشلال امراه فريمون امراه الله يبارك، تشرفت بمعرفتها، نتمنى لها ان شاء الله النجاح في حياتها وربي يوفقك نسرين، ونتمنى لك كل خير وربي يحفظ لك تانيك اميمتك واخوك اللي تزوج نقول له زواج مبارك. يلا بقى لي نقول لكم برك، نضربكم موعد جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.